عندي مداخلة. فينا طبعا يعني ان هدول على العين والراس. يمكن عن باله أخي، لكن والله يا حبيبي عن بالي ما بتغيب. نعيم؟ يمكن. لا تعدي مساك، انت منور، انت قامة كبيرة بسوريا، ونحن إلنا فخر فيك. نحن يعني نكبر بموطأ بهجة أنا وائل رمضان. تعدي مساك. أي مين؟ أبا حمزة. أبا حمزة حبيب القلب. أنا ما قدرت لما سمعتك مع الدكتور غير إني أتصل وأعمل مداخلة، لأنه أنت بتعرف قديش بتعنيني وقديش قريب لقلبي يا حبيب قلبي. يا أنت حبيب حدا قلبي مهم، يعني أنت مثل قلعة دمشق ومثل ساحة الأمويين ومثل هدول الناس الكبار الموجودين ببلدنا. فأنا بعتز وبفتخر فيك، وما قدرت ما اتدخل يعني، وحاولت احكي مع الدكتور كثير كثير كثير، بعدين عملت الف قصه وحكيت مع عشان اف ام اذا بدك وصلوني على سوريانا. الفنان والنجم وائل رمضان، اهلا وسهلا فيك. هادي مساك دكتور، شرفتنا وانا كثير انبسطت من قلبي اول ما قالوا لي تحت الهواء، وعم نحاول مرقك يعني او ناخذ اتصالك قبل ما نقطعه للاستاذ موفق. لا قطعني معلش بخيلك وائل، هذا الشغله. لا ما قدرت لانه عم بسمعك عم تغني فما قدرت، بدي اسمعك للاخر والله. لا انا وائل رمضان شيء ثاني يعني بالنسبه لحياتي انا. يا حبيبي. اي مدام سلاف ام حمزه كمان واولادهم يعني بـ يعني شيء خاص في حياتي، شيء خاص غير فنان غير تمثيله. عم نحكي كصوت وكعزف وكملح نحن عم نحكي. انا تربطني باستاذ موفق يعني علاقه شخصيه يعني. نعم. انا وياه هيك اصدقاء حميميين، في شيء هيك حميمي بحبه كثير. كنا نقعد على البرنده انا وياه عنده ويسرد لي ويحكي لي. انا عشت بهذاك الزمن من موفق بهجت. يا حبيب قلبي ليه ما صار تعاون استاذ وائل؟ ليه ما عملتوا تعاون كونه بتعزف حضرتك عود وبزق وايضا بتغني وصوت جميل يعني؟ لا انا ماني صوت جميل الله يخليك. انا بشهاده الاستاذ موفق بحاول ادي. لا 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 لا, لا 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 انت عم تحكي عن قامات بالغناء، انت عم تحكي عن شيء. انا هلا عم يحضرني شغله، هلا بهي اللحظه حضرتني انا هويتك يعني. انا والاغاني اللي كانوا يعملوها بالسبعينات، والاستاذ موفق كان الملك تبع هي. هذا كان في شو غنائي مسرحي يعملوه ناس لهم علاقه بهذا البلد، مثل الاستاذ حسام تحسين بيك والاستاذ الله يرحمه بري خان، استاذ شاكر بري خان. هذول الناس كانوا يعملوا يعني شو غنائي حقيقي. انا لما بسمع وبشوف موفق بهجة عم يغني يمكن على باله حبيبي، بتوقف هذا الشو والاستعراض ما بيصير اليوم ولا يمكن يصير ولا يتكرر. هذا نادره ومرقت يعني بالزمن، بتمنى تنعاد، يا ريت تنعاد، يا ريت يعني باي طريقه. انت عم تشوف شيء يعني عظيم، شيء فن حقيقي، فن غير موجود اليوم. اليوم رايحين احنا كلياتنا على التطبيل وعلى التزمير وعلى يعني مع الاحترام لكل الفنانين زملائنا وحبايبنا ورفقاتنا، بس انت عم تحكي عن قامه فنيه بادب واخلاق ومرجعيه. انا وانت وامي وامك واخواتنا بالبيت كانوا يشوفوه ويحبوه ويحترموه ويتمنوا يطلع كل لحظه. انا بدي اتشكرك يا استاذ. قبل ما يتشكرك الدكتور يامن، على فكرة أنا بس بدي أهديك ذكرى بسيطة جدا. أنا شفت لك أول ما تعرفت عليك كان في عمل فني أنت وأخ لك صديق من سنوات عديدة، حاجز أول بداياتك كنت أنت بعتقد مخرج العمل من شيء 20 سنة 25 سنة. بتقدر تذكرني مين كان معك بهذا العمل؟ ما أكتر ختيرت أنا ختيرت عم أستدرك نفسي. بس على العموم باختصار شديد، أنا من جيل الله يرحمه رحمة الله عليه أستاذنا كلياتنا خلدون المالي رحمة الله عليه. الله يرحمه. أي أستاذ الكل والله. أي والله والله الله يرحمه حبيبنا يا حبيبي. شكرا على هالتدخل
اللي افعم روحي ما قدرت واسعد حياتي. ما قدرت ما اتدخل، ما قدرت ما احكي، لانه انا موفق بهجة يمين استاذ وائل. نعم، وبدي اسمع، بدي اسمع بس قبل ما افكر. اي تفضل. يمكن على باله حبيبي هيك لانه انا بحبك كثير للغنيه. حتغني له يمكن على باله حبيبي؟ تكرم عيونك. بس انا واعد نفسي انه اجي لعندك وقت وقت بنروح سوا انا وانت. ايه والله. وتعزف لي بهال باناملك بال بالبزق. يعني انت ونصور الحلقه ونطلع. أيوه. بيني وبينك كتير لجأت لشغله حلوه كتير استاذ وائل، بدنا تعاون قريب منك. بتوعدني على الهواء استاذ موفق؟ بيأمر. انت بتخلص. الله يخليك. بيأمر بيأمر، ما بيحكي بيأمر بيأمر. انت بلكي بنعمل هيك شيء. انا اسف على المداخله الطويله، كانت احنا انبسطنا من ما قدرت ما دخل قلبك يا استاذ وائل. بس خبرني خبرني سلاف خانم كيفه؟ كلهم بيسلموا عليك بالبيت، كلهم الشباب الحلوين كلهم عم يسمعوا، كلهم مبسوطين فيك. مدام سلاف هي بي نجمة علامة فارقة في حياتنا الفنية يا أخي، كلهم بيحبوك وانت نجمنا. تحياتنا للست سلاف وللك وللأولاد استاذ وائل. يلا وان شاء الله هيك قريبا شي تعاون بينك وبين استاذ موفق. طيب يأمر استاذ موفق. يمكن على باله حبيبي، يمكن من باله أغيب، لكن والله يا حبيبي عن بالي ما بتغيب. يمكن حبيبي يمكن تأمر. شكرا أستاذ موفق، وشكرا النجم وائل رمضان، تحية لك ولعائلتك. شكرا. تسلم لي. بالوقت اللي ضل عنا بدي اتشكر الاستاذ وائل رمضان للمداخله ولعائلته، تحيه للست سلاف، واكيد بانتظارهم برمضان عاملين شيء حلو ان شاء الله يا رب. بدي كلمه هيك لحوار في اي بي. انا شكرا لك لانك اتحت لي الفرصه من اني اكون طبيعي كتير بحلقه بسوريانا، لكن لابد من ان تذكر الوطن. اكيد نحن كلياتنا كلياتنا في بلادنا تعبانين، ومن أتعبنا الكون كله مجتمعا. الناس بسوريا ستبقى وستبقى وستبقى. الناس بسوريا ما بتجوع لأنه بتحب بعضها وبتطعمي بعضها. الناس بسوريا هن فخر لأمتنا العربية كلها. الصبر مفتاح الفرج، وإن شاء الله في قيادتنا الحكيمة مع سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد نصل إلى بر الأمان يوما. وسأغني عزي وبلادي سوريا، عزي وبلادي. اسمع منا شوي. الله عزي وبلادي سوريا، عزي وبلادي، الله يحميك سوريا بجنود بلادي. عزي وبلادي سوريا، عزي وبلادي، الله يحميك سوريا بجنود بلادي. انتي عربية سوريا ورمز الحرية سوريا، عزي وبلادي سوريا. دموعك غالية استاذ موفق، دموعك غالية، شرفتني واليوم فخور اني كنت ضيفي اليوم. بالفعل من زمان كنا منظبط هذا اللقاء، وأنا اليوم كتير سعيد من قلبي. دكتور يامن الله يوفقكم. كمان إعلامنا إعلام مقاوم في ظروف مقاومة، وتعبانين كلنا، والله يعطيهم العافية، واقفين صامدين. وما إلنا غير الصمود أخي، ما إلنا غير صمود، وما إلنا غير وطن واحد اسمه سوريا. سوريانا ملخص كبير كبير، وما عندنا إلا موفق بهجة واحد. شرفتني. شكرا. النجم شكراً والفنان القدير موفق بهجة، شرفتني كنت ضيفي بحوار في آي بي. الحلقة الجاية إن شاء الله ضيف جديد وحوار جديد. ضلوا بألف خير.